عسلامة. عسلامة. مرحبا بيك يا رضوان. وبيك عاشك. وشكون ما يعرفش قصة رضوان وحدة من أشهر القصص يعني اللي تعداوا معانا. رضوان دغنيغما حدة تفركس عليك، عملت برشا حوارات وتفركس على رضوان، قالت رضوان هرب عليا، وإحنا اليوم نلقاو رضوان وما نلقاوش حدة. إسكو حدة هربت عليك؟ أنا هربت عليها. توا حدا ويني؟ ولا ما نعرف، انا ماذا بين هرب عليا الجمله، عملت الفايع مع الدار، المشاكل، شكيت بباب، شكيت باختي، الكل اخواتي كلها جبدتهم. شد بيها من المحاكم تشكي. حدا دخلت بعضها كي انت هربت عليها. عملت المشاكل مع الدار. اللي قالته حدا في الفيديو السابق عنا، قالت لي انا ما نجمش نعيش بلاش رضوان، رضوان هو كل شيء في حياتي. ليه؟ ليه ما نعيش معاه؟ عندي كان هو. ليه مستحيل. عذبتني مستحيل، مع الدار همنين تو معناها همنين معناها في دار معناها ما نكذبش عليك، همنتني برشا معناها، ضيعتني مستقبلي، عملت لي مشاكل مع الدار، كرينا في المرسى، كرينا في المرسى معناها اسا المرسى كل في بالها في حي ربيع، زعما قلت تروحها، كرينا في صفاقس كيف كيف ما تحكي كرينا كيف صفاقس، زعما عملت كيف كيف كيف، عملت لي برشا مشاكل، عملت لي برشا مشاكل. رضوان السؤال، انت علاش خليت حدا ومشيت؟ عملت مشاكل مع الدار تعيطوا فيا. هذاك علاش انت مشيت؟ اي شكيت بابا شكيت بابا شكيت باختي، تو متخبي كنت في دار عمتي قبل ما تمشي، قبل ما تمشي لصفاقس تو كنت متخبي في دار عمتي، باش نحكي عملت برشا مشاكل، تطلب في الحومه تساسي، تطلب تساسي في الفلوس، عملت فايح في الحومه. معناها جو جو معناها نقابلوا الواحد معناها صاحبي نقابلوا معناها. كيفاش بدات المشاكل ما بين حدا وعائلتك؟ وحدها اي حاجه معناها تنس حياه تعمل لك المشاكل. هي عملت المشاكل مع الدار تمشي الحومه معناها تساسي، عملت برشا مشاكل مع الدار اكثر. هي شنو اللي خليها تطلب؟ وحدها تحب تعمل مشاكل هكاك. عملت لي مشاكل برشا عملت لي المشاكل. تو انا ماكسيموم نعدوا معاكم ماشي للجزائر تو. تو انا ماكسيموم ماشي للجزائر. يزي تعبت تو مبيرت المحكمه كهو سي عملت معناها المحاميه نطلق. باش طلق؟ طلق سي طلق، مازلت نرجع معاها نطلق سيبون تو سي برشا على التيك توك عم يحكوا علي واللي يسبوا في العباد هربت عليها. انسان مريضه عنده الورقه نتاعها تو ما في قبل ما يمشي للجزائر تو نجيب الكراق ونشوف فيهم الكل انسان مريض ما هي الصغر انسان مريض عملت برشا المشاكل. لكن انت عرست بها وانت في بالك بها؟ مانيش بها، غشوني فيها. زعاد ما تقولش هكا. غشوني فيها، وقت جبت الوراق نتاعها هي شفت برشا وراق عندها مشاكل قبل. اما انا نتفكر اللي انت قلت تحبها قبل. كنت نحبها، اما شفت الوراق نتاعها بعدها نلقى معناها وراقها عملت مشاكل برشا. عملوا مشاكل، عندي وراق دالي محدود في الدار، تو نجيبهم لك ونشوف فيها. اكثر من هكا شنو نقول لك؟ برشا مشاكل. سي بيتها تو تليخ وقهوة. يز تعبت. داركم أثروا عليك؟ أكبر أي بالطبيعة. يعني داركم هما اللي أقنعوك بالطلاق؟ لا وحدي قرار وحدي خذيته. دار حتى واحد متخلف فيا سي تعبت بينتهم محامية سي تو سيبون سي ما نكذبش عليك. ما تخافش حالتها النفسية تتعب؟ أي نفسية تعب على الأخر. تعب على حالتها النفسيه توا تعب. تخيل انت لو كانت تسمع بالطلاق. تسمع سيئ انا تسمع سيئ انا سيئ تعبت فاميلي كله سمعوا وعملوا لنا ماشي برسمي برشا مشاكل. ما حد بالقاوم علي قاعد قاوم مشريش برشا قهوه تاع درج ونخرج يقعد يغزروا لي يضحكوا علي في القهوه. اش تحكي لهنا؟ علاش يضحكوا علي؟ يضحكوا علي مجرد المراه تحكي هك شنو نحكي لك؟ يز تعبت ما نكذبش عليك. انا جيب لك الوراق اللي ميت هذاما وراجع للجزائر تحدي من هنا سيبو كاو يزي تعبتني. علاش ما تقعدوش تتفاهموا وتحكيوا يعني في الموضوع؟ ليه ايش ما ايش كنت بابا ايش كنت بامي ايش كنت بخوي؟ خلي باب للصلح. ليه علاش تشكي باختك باخواتك وبعائلتك؟ وحدها لك المولى داروا بها شكت بهم وحدها. عندي المنطقه تاع 18 جون في مرتين هربت علي معناها مشيت فركست عليها. عندي معناها دليل تاع 18 جون في بلا بلا الحكايه هذي مشيت المنطقه زاده كيف كي شكت باب شكت بخت هذي قبل ما معناها قبل ما تصير معناها الحكايه هذي شو نحكي لك اكثر من هكا عدم تعبت انا يعني ما جربت تعبت
سيبوا هكا 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 تعبت. يزا تو نطلق وسلم بالعافية. انت جاي في بالنا جاي متحمس هكا تحب تقابلها؟ لا انا شهربت عليها هنا. انا شهربت عليها من الحكاية ذي تعبتنا عيلة كلها مرضت. هكا من هكا عادي من نقول تعبتنا هكا من هكا. كيفاش تعبتكم بالضبط؟ تعبتنا مثل المشاكل، اجت عاشي ما تحبش بدلي في حياتك، ما تحبش تبدل، نهار كان في بوها نهار كان متخبى. سي نورمال حياة جديدة عليها، كانت مع عائلتها ولات مع عائلة أخرى يعني فهمت؟ ليه مستحيل، ليه مع شوية حالتها النفسية تعبة؟ ليه تعبة من قبل زدت تعبتني بصراحة. تعبتني معني كي الدار في المرسى عز بلاصة في المرسى تعبتني. كيفاش تعبتك؟ تعبتني زعما شربت الدواء قلت لك في المرسى معناها شو هي عندي مرسى معناها عباد بحذايا شو هي زعما شربت الدواء وبافت جواب مع العطار كان يسمع فيا عملت لي مشاكل كنا في سويخس كيف مع الدار خرجنا من جرتها هي كنا نصوند الفيا لهنا هنا قريبه كيف دار مول الدار خرجنا درجه اي عندي شهيد هني يز تو بينتنا المحكمة قهوة سيبون تو هنا. لو كان حدا قاعدة تتفرج فيك شنو تحب تقول؟ يقولها يز في المكتوب ونطلق سيء نتخاب في المحكمة. ما طلعش يا رضوان لقيت واحدة أخرى؟ لا يا بنتي تعب زيت الفاكس على واحدة أخرى يز 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 تو سيبون. أنا تو خايف معناها كانت تجيني هنا أنا خايف. لا تشدك هون. تشدني هون. أنا خايف، ما نكذبش عليك. رضوان خايف من حدا. هذيك الصح هاي. سيبوني. ما نكذبش عليك، عملت برشا مشاكل. ما خلتنيش نتنفس معناها ومن نخدمش. نخدم نعمل معناها نخدم تعمل لي برشا مشاكل. برشا مشاكل تعمل. أما هنا سيبو. أما سيبو تو هنا. كاو ما عندي ما نحكي أنا يزي تعبت. دونك قررت أنك تطلق؟ ايه بيتها محكمة تو سيبو ايز في بالها بالموضوع ولا؟ بلاش في بالها لي انت رجعت؟ في بلاش في بلهاش اما جاي معناها نحكي معاكم ورجعت تزير هذيك ما عليه جاي تزير يعني. تعبتني ما نكذبش عليك. انا ننصحك حاول قابلها بالك تبدل فكرتك. ليه ما تصلحش عملتي برشا مشاكل ما تصلحش تعبتني برشا يعني يز تعبتني برشا اكمل هكا عندي ما نقول. خلي لك كلمه الختام قولها بينتنا المحكمه قهوه بينتنا المحكمه قهوه.